مسجد له تاريخ، مسجد عمرو بن العاص بمدينة دمياط. يعد مسجد عمرو بن العاص بمدينة دمياط من أقدم المساجد في مصر وإفريقيا، فهو ثاني مسجد بني في مصر، ويعد من أشهر المساجد في مدينة دمياط وأقدمها. بناه المسلمون بعد فتح مدينة دمياط سنة 21 هجرية، الموافق لسنة 642 ميلادية، على طراز جامع عمرو بن العاص بمدينة الفسطاط بالقاهرة. بناه الصحابي الجليل المقداد بن الأسود في عهد سيدنا عمرو بن العاص فاتح مصر، الذي ظل واليا عليها حتى توفي عام 42 هجرية رضي الله عنه. المراحل التاريخية التي مر بها مسجد عمرو بن العاص بمدينة دمياط: مر المسجد بعدة مراحل تاريخية منذ الفتح الإسلامي حتى عصر الدولة الفاطمية. بدأ صغير المساحة، بسيط البناء، مثل مسجد عمرو بن العاص في الفسطاط بمدينة القاهرة، ثم توالت عليه الزيادات والعمارات. وأول زيادة في تاريخ المسجد في 9 ذي الحجة سنة 238 هجرية، 853 ميلادية، عندما هاجم البيزنطيون مدينة دمياط وأشعلوا فيها النيران وأحرقوا المسجد الجامع مسجد عمرو بن العاص. فأمر الخليفة المتوكل في السنة التالية ببناء حصن دمياط وتجديد المسجد وزيادة مساحته، فبلغت مساحته 56 مترا طولا و45 مترا عرضا، مكونا من جناح القبلة الرواق الجنوبي. كان للجامع 6 أبواب، 3 بالجدار الشرقي و3 بالجدار الغربي. وفي العصر الفاطمي أضيفت مساحة جديدة لرقعة الجامع من الناحية الشمالية، بإضافة بناء من باكتين يسيران بموازاة جدار القبلة، لتحيط الأروقة بصحن الجامع من جهاته الأربعة، وأصبح الجامع مربع الشكل طول ضلعه 56 مترا. كما تم بناء صهاريج في تخوم أرضية الجامع لشرب المصلين. وفي العصر الأيوبي تم تحويل الجامع إلى كنيسة مرتين، الأولى أثناء حملة جان دوبريه على مدينة دمياط واحتلها سنة 616 هجرية، الموافق 1219 ميلادية، واستولوا على منبره المصنوع من الأبانوس وقطعوه إلى قطع صغيرة، احتفظ بعضهم بأجزاء منها، وأرسلوا بقية الأجزاء والمصاحف التي كانت في الجامع إلى البابا. المرة الثانية التي تم تحويل المسجد فيها إلى كنيسة كانت أثناء حملة لويس التاسع على مدينة دمياط سنة 647 هجرية، الموافق لسنة 1249 ميلادية. وبعدها نقرأ لجوتقيل مؤرخ الحملة واصفا قداسا شارك فيه: سرنا إلى كنيسة سيدتنا العذراء بدمياط التي كانت مسجدا وكرسها نائب البابا للسيدة العذراء، وأقام النائب الرسولي هذا القداس في 2 سنتين متتاليتين. وفي العصر المملوكي ذكر المقريزي حادث تخريب مدينة دمياط وتهديم أسوارها كلها ومحيت آثارها، ولم يبقى منها سوى الجامع، جامع عمرو بن العاص، لكنه ظل يعاني من الإهمال حتى تم إعادة بناء الجزء العلوي من المئذنة أعلى المدخل الغربي على الطراز المملوكي. وفي العصر العثماني جرت تعديلات وترميمات غيرت من معالم الجامع الأصلية، أقيمت زاويتان على جانبي المدخل الرئيسي بالواجهة الغربية، وبني سبيل بجوار الميضاء، قع
قرب الباب الجانبي بالواجهة الشرقية، ليصبح بعدها أكبر مساجد مدينة دمياط، لتصبح مساحته 3240 مترا مربعا بخلاف الزوايا والأجنحة التي أضيفت. والمسجد يتكون من قبة في وسطه يحيط به 4 إيوانات، وبالجهة الغربية مدخله الرئيسي بارز عن جدرانه قاعدة المئذنة القديمة التي تهدمت إثر زلزال في العصر العثماني. حديثا أعد المجلس الأعلى للآثار عدة دراسات لترميمه، أكدت أن ما تبقى من عناصر معمارية وإنشائية بالمسجد لم تعد تقوى على تحمل أي أحمال إضافية بسبب الظروف البيئية التي توالت عليه، كما تغلغلت المياه الجوفية داخل أساساته مسببة تدميرا كبيرا للمباني، وهبطت التربة في عدة أماكن لتنهار معها أجزاء كبيرة من المسجد والأسقف الخشبية. ونصحت الدراسات بعمليات إنشائية كاملة، وتم افتتاحه للمصلين في يونيو عام 2009 بحضور شيخ الأزهر. مسجد له تاريخ.